أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر، هذا هو الأسبوع الخامس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بمناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع الخامس. الدرس الثالث، فتح مكة في العام الثامن للهجرة. يتوقع منك عزيزي الطالب أن توضح سبب فتح مكة، تصف أحداث فتح مكة، تبين نتائج فتح مكة، وتستنتج العبر والدروس المستفادة من أحداث فتح مكة. مما يتكون درسنا كما يظهر أمامكم في الخريطة المفاهيمية. نريد أن نعرف سبب فتح مكة، الأحداث وهي خطة النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك الجيش، دخول مكة ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، النتائج. سبب فتح مكة هنا بعد صلح الحديبية، دخلت قبيلة بني بكر في حلف قريش، ودخلت قبيلة بني خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم. قامت قبيلة بني بكر بالإغارة على خزاعة وقتلوا عددا منهم، وقد أمدت قريش قبيلة بني بكر بالرجال والسلاح، فكان ذلك نقضا منها لصلح الحديبية. خرج وفد من خزاعة على رأسهم عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله عنه، فقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما أصابهم. هنا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصاب حلفاءه وعزم على فتح مكة. أدرك مشركو قريش بأنهم ارتكبوا خطأ كبيرا بسبب خيانتهم العهد، فحاولوا معالجة الموقف بإرسال أبي سفيان لتجديد العهد، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه إلى خطة النبي. هنا وصل سيدنا محمد خبر أن قريش نقضوا عهده. أمر النبي أصحابه الكرام بالتجهز للخروج ولم يخبرهم بوجهته حفاظا على السرية التامة، لئلا يصل خبر خروجه إلى أهل مكة فيستعدون للمواجهة. إذن هو يريد أن يباغتهم، وحرصا على دخول مكة من غير إراقة دماء دعا ربه قائلا: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. واستنفر النبي القبائل المسلمة من حوله في المدينة المنورة حتى اجتمع معه 10,000 مقاتل. دخلوا مكة، قسم النبي الجيش إلى 5 فرق، وكلفهم بدخول مكة من جهات الأربعة، وأمرهم ألا يبدأوا القتال، وألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم. وبذلك تحقق للنبي ما أراده، وهو دخول مكة من غير قتال، إلا الجهة التي دخل منها خالد بن الوليد رضي الله عنه، حيث حاول بعض المشركين المقاومة بقيادة عكرمة بن أبي جهل، فقاتلهم المسلمين حتى لاذوا بالفرار. بعد ذلك عزيزي الطالب سننتقل إلى القائد صلاح الدين الأيوبي، ويتوقع منك بعد نهاية الدرس التعريف بالقائد صلاح الدين الأيوبي، بيان أهم صفات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، توضيح دور صلاح الدين الأيوبي في خدمة الإسلام، استنتاج الدروس والعبر المستفادة من سير صلاح الدين الأيوبي. في هذه الخارطة المفاهيمية سنتطرق إلى البطاقة الشخصية، أخلاق وصفاته وهي التقوى، التسامح، الشجاعة، الكرم والزهد، دوره في خدمة الإسلام، في نشر الإسلام وفي الجهاد، وأيضا سنتطرق إلى وفاته. هذه هي البطاقة الشخصية التي تظهر أمامكم، يوسف بن نجم الدين أيوب التكريتي، ولد في تكريت العراق واشتهر بصلاح الدين الأيوبي. أما أخلاقه فهي التقوى والصلاح، التسامح، الشجاعة، الكرم والزهد. دوره طبعا عرف صلاح الدين الأيوبي باهتمامه الشديد بالعلم ووعيه بدور العلم والنهضة الأمة، ويدل ذلك على قيام ببناء المساجد للعبادة والتدريس والقضاء، كما فتح الكتاتيب لتعليم الصغار، أنشأ المدارس الشرعية كالمدرسة الناصرية في القاهرة والصلاحية في القدس. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الخامس. عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل
والخير والبركة.